مساء الخير، حياكم الله في الليلة، حلقة الأحد والميليشيا الحوثية وخبراؤها الإيرانيون وخبراء حزب الله في مرمى نيران التحالف واتساع يومي مستمر في رقعة المناطق المحررة، مديرية خب والشعف، ونزع ما يمكن وصفه بعشرات الآلاف حقيقة من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية الإجرامية. أيضا الحدث السياسي المهم الذي يمثل في الواقع يمثل إبرازا للقيم السياسية للتحالف في تعاطيه المستمر والدائم مع الملف اليمني، لقاء سمو ولي العهد السعودي بن حمد سلمان وسمو ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد اليومي اليدومي محمد اليدومي وهذا قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح. وكأن الرسالة أن أي يمني إذا ولاؤه ليمنه ولعروبته وليس إيرانيا فبإمكانه أن يكون شريكا في العملية السياسية، لا سلاح خارج الدولة، وحتى يثبت للواقع اليمني ولليمنيين أولا أن ارتباطاته الحقيقية تبدأ وتنتهي داخل اليمن. ألم يقل أهل التجمع اليمني للإصلاح أنهم ليسوا مرتبطين بتنظيم الإخوان؟ حسنا، سنرى، ويمكن القول أن هذا هو وقت اختبار المصداقية الحقيقية التي من خلالها يتجه التحالف للقول أن اليمن أولا وأخيرا وأن الشرعية وأن العمل تحت سلطة الدولة هذا هو المعيار الحقيقي الذي من خلاله يقوم اليمنيون بتعريف الخصوم وبتعريف من هم ليسوا كذلك، حتى وإن كانوا من التجمع اليمني للإصلاح إلا الذراع القطري. في تقرير لما نشوفه ونعود الحديث عنه، وما هو الذراع القطري للإصلاح وما الذي يمكن أنه ينتج عن هذا اللقاء بالإضافة إلى التطورات الميدانية؟ طبعا شركاء النقاش في حلقة الأحد نجيب غلاب وهاني مسهور. أنا اليوم مزكم فتأخذون راحتكم. يعني تقرير أحمد، بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد الأربعاء الماضي في الرياض مع رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد عبدالله اليدومي وأمين عام الحزب عبد الوهاب أحمد الأنسي مستجدات الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأنها وفق ثوابت تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني. حقق الجيش اليمني بإسناد من طيران التحالف العربي اختراقا ميدانيا استراتيجيا وهاما، وذلك بالوصول إلى أولى مديرية الجو في شمال غرب من جهة محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية أقصى شمال اليمن وعلى الحدود مع السعودية. أعلن الجيش اليمني التحام جبهتي محافظة صعدة معقل الحوثيين الرئيس أقصى شمال البلاد والجوف شمال شرق البلاد عقب السيطرة على منطقة الخليقة غرب الجميشات الواقعة بين المحافظتين. ميدانيا تتعرض الميليشيات الحوثية لخسائر متتالية في اليمن، وقالت مصادر إن عدد القتلى من الحوثيين بلغ خلال الأيام السبعة الماضية في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين وفي جبهات المواجهة مع الجيش الوطني أكثر من 1175 قتيلا إلى جانب أسر العشرات من عناصر الميليشيات. أعلنت قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن منظمات إغاثية تجلي موظفيها عن صنعاء، وأوضح التحالف أمس السبت أن المنظمات الإغاثية أخلت موظفيها نتيجة إجرام الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
من جديد في الليلة، أهلا وسهلا بكم. لنا نجيب غلاب. خلنا قبل الشق الميداني هذا اللقاء، وخلنا نقول كيف نقرأه إحنا إعلاميا وسياسيا. أولا، التجمع اليمني للإصلاح يعني لا يوجد حالة عدائية ضد أصلا، يعني هي رؤية مبالغ فيها. الإصلاح من ناحية فعلية هو محتوى داخل الشرعية، بل هو يعتبر يعني الطرف الأكثر تأثيرا على منظومة الشرعية كلها. يعني هذا كل اليمنيين يعرفوا هذه المسألة. طيب، بمعنى أنه عملية احتواء. بس اسمح لي، كان هناك كان يعني هالكلام أنا فهم. طيب يلا ماشي، بس أخلص لك الفكرة. كان في منظور فيما يخص مسألة علاقتها بالإمارات، وسبب الإمارات لها موقف واضح من الأخوان المسلمين وكل أغلب الدول السعودية، وكلها مصنفة، وهي مصنفة يعني ك يعني جماعات إرهابية. الإصلاح له تصريحات كثيرة أنه لا علاقة له بالإخوان، والإصلاح هو من كان يبحث عن تطمينات يعني من التحالف العربي بالذات من الإمارات. شنت هجمات كبيرة يعني على الإمارات من ليس من الحزب بشكل رسمي لكن من الناشطين، وقاد هذه الحمراء ناشطي الحزب، وقاد هذا العملية وقاد العملية هذا الجناح القطري يعني. وكانت التقارير وكثير من يعني الأمانة كثير من المغالطات والتضليل فيما يخص دور الإمارات في اليمن. وبالتالي هذا الأمر يعني خلق حالة من الإشكالية يعني بين يعني على الأقل داخل الشرعية فيما يخص مثلا وجود حالة تطمين للإصلاح من قبل الإمارات. بالنسبة للسعودية، السعودية هي احتضنت كل قيادات الإصلاح وناشطي وأغلب الفاعلين، وهي على أنهم ليسوا أخوانا، هم ليسوا أخوانا التصريحات على أنهم هم يعني تصريحاتهم واضحة في هذا الجانب، وهي تصريحات قديمة ليست تصريحات جديدة. طبعا الإصلاح لا يعني أنه لم يتأثر بالمنهج الإخوان، لكن التجربة الماضية ربما بالنسبة له حسب تصريحات قياداته أنه مسألة فك الارتباط بالتنظيم الدولي، وبعضهم يقولوا أنه لا علاقة لهم بهذا التنظيم وأنهم حزب وطني وهم امتداد للحركة الإصلاحية اليمنية. هذا اللقاء هو كان لقاء مهم، يعني هو مهم وضروري بالذات بعد المتحولات التي حصلت نتيجة انتفاضة 2 ديسمبر. هو لقاء ليس فقط لعملية تطمين الإصلاح أو حتى احتواء، لأنه محتوى أصلا، وإنما الهدف الأساسي هو يعني إقناع كل الأطراف اليمنية. محمد بن زايد يعني التقى بأحمد علي في وعزه في أبو ظبي، وأيضا الأمير محمد بن سلمان أيضا التقى بالإصلاح قبل هذا اللقاء. فالإصلاح يحظى بعناية واهتمام دول التحالف، وهذا واضح من خلال اللقاءات. وبالتالي المطلوب الآن أن يكون الإصلاح ملتزم يعني بشكل واضح فيما يخص مواجهة الجناح القطري، لأنه الجناح القطري يمثل حالة تهديد فعلية، وأصبح وكأنه الجناح الآخر للحوثية في صنعاء. ويعبر وأنت لما تلاحظ قناة الجزيرة كثير من اليمنيين أصبحوا يقولوا أنها يعني أكثر تعصبا للحوثية من المسيرة نفسها. وطبعا مثلا هناك اتجاهات أيضا حتى لعمل مظاهرات في ألمانيا من قبل هذا الجناح لصالح الحوار مع الحوثية واستيعابها واعتبارها أنها الجزء وأنها جزء لا يتجزأ من ثورة 2011، وبالتالي لا بد من الحوار معهم واستيعابهم. طبعا هذا جاء بعد التحولات. طبعا هذا في اللحظة اللي أجمع فيها اليمنيين كلهم، أجمع فيها اليمنيين والإقليم والعالم أنه الحوثية لا ينفع معها إلا الحل العسكري باعتباره هو الخيار الأسلم لإنقاذ اليمن. طيب الحين اللي أنا كنت بقوله لك بس أنه خلنا نقول أنه كما انقسم المؤتمر انقسم الإصلاح ولا لا؟ هو يعني كما أنه المؤتمر في مؤتمر مع الشرعية معليش، وفي مؤتمر أيضا يعني ممكن القول المتورط خاضم أيوة بذات الوضع انقسم الإصلاح أيضا. الآن ما يحدث وما ظل أتصور حتى منذ بداية تشكيل التحالف هو القول أنه هذا هو المسار الوطني اليمني، كنت إصلاحيا مؤتمريا اللي هو،
وهذا هو مسار يعني الضلال. مصير شوف التحالف لدي رؤية واضحة، هو استعادة الدولة، من يعمل مع الشرعية وفق مشروع واضح، رفض التدخلات الإيرانية في اليمن، الالتزام بالمشروع العربي وفق الرؤية السعودية والإماراتية، لا سلاح منظم خارج الدولة، صحيح، لا هو رؤية حماية الدولة الوطنية، لا، وبناء التعايش داخل يعني التعايش الاجتماعي، ومسألة التحالفات الوطنية التحالفات الوطنية الحامية لفكرة الدولة، لا، وليس لإنتاج الفوضى والتخريب والتدمير، وأيضا مواجهة الإرهاب. هذا رؤية المشروع العربي الجديد اللي تقودها المملكة العربية السعودية. ممتاز. طيب، مساء الخير أبو محمد، مساء الخير أخ نجيب، مساء الخير المشاهدين الكرام. خليني أبدأ من جملة، المصطلح رائع جدا في المقدمة، تعريف التحالف العربي. لابد في قراءة المشهد الأخير، اللقطة الأخيرة شفناها، أنه نعود إلى أساس التدخل الخليجي في الأزمة اليمنية إلى عام 2011 عندما تقدمت المبادرة الخليجية. تقديم المبادرة الخليجية كان منذ اللحظة الأولى، منذ أن قدمت المبادرة الخليجية وتم حقن دماء اليمنيين، كان هناك هدف أساسي عند التحالف العربي وعلى رأس السعودية، بحكم أن السعودية لها اتصال بكافة المكونات اليمنية شمالها وجنوبها، كان لدى السعودية نقطة رئيسية، مرتكز رئيسي، عدم تدويل الأزمة اليمنية نهائيا. هذا الجزء للأسف كثير من المحللين يتغافلون عنه في قراءة المشهد السياسي. ما حصل في 4 ديسمبر أعتقد كان هو التحول الأكبر في الأزمة اليمنية الأخيرة، مقتل الرئيس السابق على عبد الله صالح، تحول خطير جدا. في تلك اللحظة الجميع وجد نفسه أمام حقيقة كبيرة، وهي انقسام المؤتمر الشعبي العام إلى أكثر من مؤتمر، يتحدث اليوم عن 3 أجنحة في المؤتمر منقسمة على نفسها. ذات المشكلة موجودة في الإصلاح، الإصلاح منقسم على نفسه، حتى وأن حاول الإصلاح أن يظهر نفسه أمام الجميع أنه إصلاح واحد، لا، الإصلاح أيضا منقسم على نفسه. إصلاح الجناح قطر المدعوم، وخاصة الجناح الموجود في تركيا تحديدا، هذا جناح مختلف تماما عن الإصلاح المنضوي داخل المملكة العربية السعودية. زي المؤتمر، زي المؤتمر تماما، زي وضع المؤتمر، يعني زي اللي صار لمختلف القوى اليمنية، انقسمت، منهم من ذهب مع الشيطان، ولا وسأذهب إلى أبعد من ذلك، حتى الجنوبيين أنفسهم لديهم انقسامات. هناك جناح الرئيس هادي محمد علي أحمد، وهناك جناح المجلس الانتقالي الجنوبي، وأيضا جناح بعوم، هذه أجنحة موجودة في الجنوب. كل هذه التشظي، ايش فيكم أنتم؟ تفريخ عندنا حالة تفريخ. هذا كله يقودنا إلى أهمية أنه السيطرة على المكونات كما يجب أن تكون، يجب أن تحظى هذه المكونات بالسيطرة حتى لا تتشظى أكثر من هذه الحالة. بالتأكيد هناك جزء مهم وهو حالة الاختبار لحزب الإصلاح. حزب الإصلاح مثل ما تحدث الأخ نجيب هو واحد من أهم الأجزاء المركبة للشرعية اليمنية، ولكن اليوم عندما نتحدث عن هذا اللقاء نحن نتحدث اليوم عن اختبار، وأعتقد أن الدكتور أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية الإماراتي مهمة، كان واضح جدا أن المسألة مسألة اختبار، لا يمكن القبول باستمرار الجبهات التي يتواجد فيها حزب الإصلاح بشكل كبير بهذا الجمود. نحن نتحدث اليوم عن تغيرات كبيرة من 4 ديسمبر، اليوم نتحدث عن تقدم في صعدة، نتحدث في الساحل الغربي، نتحدث عن بيحان تمثل أعتقد الخب والشعف وكل هذا، بيحان تحديدا تمثل أهم عنصر، يعني ممكن نتحدث في تحولات المشهد العسكري بشكل كامل. بيحان هي مفتاح كبير وخطير جدا، بيحان ليست فقط ممر لتهريب الأسلحة بل حتى لتهريب المرتزقة الأفارقة. طيب خلينا نرجع للشق الميداني، بس خلي الشباب يأخذون فاصل.
ترى شوفوا الكلام اللي كنا نقوله تحت الهواء هو نفسه للآن. وسألونا نجيب غلام. ميدانيا إنجازات مهمة. أنا أعتقد أن الإنجازات التي تحققت خلال الأسبوعين الماضية كبيرة ومهمة، وفعلا أرعبت الحركة الحوثية وكسرت الجمود في الجبهات. تأتي الإنجازات الأولى والتي تابعناها في الفترة الماضية، وهي إنجازات الساحل الغربي وتحرير الخوخة، الاتجاه نحو حيس، الوصول إلى التحيتة، بداية تحرك انتفاضة شعبية نوعا ما ولو بالحد الأدنى داخل الحديدة. أصبحت الحاضنة الشعبية بشكل يعني ربما نقول بشكل كبير جدا في الحديدة، تنتظر الجيش الوطني، تنتظر عملية التحرير، هذا لأنه الكتلة التصويتية هذه في أغلبها كانت مؤتمرية بعد انتفاضة الثاني من ديسمبر. أصبحت هذه الكتلة، صحيح أنه لا يوجد قوة مقاتلة داخلهم، لكن بالإمكان أن تتحول قوة مقاتلة، وبفقط قدوم وتقدم القوات العسكرية سيمكن هذه الكتلة الشعبية من أن تصبح حاضنة. صحيح أنه محاولة هناك من الحوثية للتعبئة والتجنيد الإجباري، يعني هناك نوع إجبار الناس، لكن بالأخير هؤلاء لن يقاتلوا بالشكل إلا لأنه نتيجة الحاجة. لكن بالأخير أنا أقول لك أن الحديدة جاهزة، فقط كيف ترتب أمور المعركة. لا أنا أعتقد أنه حتى بمجرد أن تحاصر تصل إلى حدود المدينة الحديدة، لكن الحديدة ستتوسع بيت الفقيه بالزبيد، وربما يحصل هناك إبرار جوي من شمال الحديدة. الأمور كلها مفتوحة، والميناء بالإمكان تحريره ثم ضبط الميناء، وبالأخير الحوثية داخل المدينة يعني لم يعد لهم مصلحة هناك إلا إدارة حرب معينة مؤذية. الكتلة الشعبية والمقاومة وأبناء الحديدة بإمكانهم أن يخلقوا حالة من المقاومة تستطيع أن تطرد الحوثيين. المسألة تحتاج نفس طويل كما قال سمو الأمير محمد بن سلمان. عندك التحول المهم والتحول الأكثر جذرية في المعارك أيضا خلال هذه الفترة، ليس هي تحرير بيحان. يعني بيحان كانت الخطة مرتبة، مهم كانت خطة مرتبة وانتظامات دقيقة للجيش، ويبدو لي أنه تم التخطيط لها بشكل جيد. لما تتابع ما الذي حدث كان واضح أن الخطة العسكرية محكمة، رغم أنه كان هناك تركز حوثي كبير داخل هذا داخل بيحان، وكانوا يعتبروها من أهم مراكز الثقل لهم، وهي آخر مراكز الثقل في المحافظات الجنوبية في شبوة، وهي مركز ثقل كان مهم لتهريب السلاح، ولأن فيها نفط هذه المنطقة، وأيضا لأنها نقطة انطلاق باتجاه البيضة، باتجاه مارب، باتجاه وصولا إلى خطوط التهريب الموجودة من المهرة، وحتى من بعض الساحل يعني ساحل شبوة أو ساحل حضرموت. وبالتالي هذا التحول مهم، والأهم يعني أيضا شبوة، الأمين عام المؤتمر الشعبي العام هو ينتمي إلى محافظة شبوة، عارف الزوكا، وهو قتل مع صالح في نفس المعركة. أيضا حالة يعني الأبناء شبوة اللي كانوا نوعا ما بشكل أو بآخر كانوا يعني شكلوا حاضنة بسيطة للحركة الحوثية، تولد عندهم حالة غضب، فكانوا ينتظروا فقط الجيش أن يصل. لذلك عندما وصل الجيش إلى بيحان وجدت أنه كل أبناء بيحان احتفلوا بهذا الإنجاز العسكري الكبير. الأهم من ذلك أنه آخر مناطق في المحافظات الجنوبية كانت هي بيحان وعسيلان، يعتبر الآن قليم حضرموت الممتد من المهرة إلى شبوة، وهو يشكل 65% من أراضي الجمهورية اليمنية، أصبح محرر بالكامل. وبالتالي هذا الإنجاز مهم. أيضا هذا الإقليم أيضا هو من أغنى الأقاليم من حيث النفط والغاز، وبالتالي هذا يمثل مدخل وموارد جديدة للحكومة الشرعية إذا تم التعامل معها بطريقة صحيحة. المسألة الأخرى هو في الجوف. الجوف هناك معسكرات بدأت تتجه نحو البيضة، وفي إنجازات يعني مهمة، يعني ربما الاتجاه يعني تحرير الجوف، باقي أجزاء بسيطة فقط، تحرير الجوف سيؤدي إلى تنامي اتجاهات الجبهات العسكرية باتجاه صعدة وباتجاه حرف فيان وصولا إلى عمران، وأيضا سيؤمن مارب. أيضا البيحان أمنت مارب من باتجاه من اتجاه شبوة. هذا الإنجازات العسكرية. أيضا في حركة بسيطة موجودة يوم أمس حصلت في نهب،
فالإنجازات العسكرية هذا أعطت الجيش الوطني ثقة. أيضا بعد الانتفاضة الثانية من ديسمبر الحركة الحوثية تعيش حالة رعب وهي في حالة خوف. هذه الإنجازات العسكرية زادتهم خوفا. أيضا حالة الرعب اللي فرضتها في صنعاء وفي المحافظات هذه منحت الكتلة الشعبية المرعوبة وبالذات كتلة المؤتمر الشعبي العام منحتهم نوع من الثقة. وأنا أعتقد أنه بالإمكان أنه ينظموا أنفسهم وربما تحصل حرب يعني حرب في مناطق سيطرة الإنقلاب بطريقة الانتفاضة المسلحة وستنمو تدريجيا. الحوثية مشروعها اليوم محاصر داخليا إقليميا دوليا وبالتالي الحوثية أنا أقول حتى لو وضعنا لها شروط استسلام ووقعت عليها هذا خيرا لها لكن أبناء اليمن لا يريد ذلك واليمن لا يريد لها أن تستسلم. يريد أن يصلوا إلى غلبة كاملة يؤدي إلى اجتثاث هذه الحركة باعتبارها حركة مرتبطة بمشروع لا مشروع وطني ولا مشروع عربي ولا مشروع لصالح الأمن والاستقرار الدولي وبالتالي أنها هي أشبه بحركة إرهابية. طيب مثلها مثل داعش. أنا اللي بضيفه أيضا أنه وكل هذه الانتصارات وكل هذه التحولات الميدانية اليوم في اليمن وكل هذا الحصار الإقليمي هو الذي يحرك كل القوى الأخرى التي لم تحدد موقفها أن تلتحق بالشرعية وأن تقدم خطابا وطنيا يمنيا وتقول معه للتحالف نحن ولاؤنا لليمن ونحن انضواؤنا تحت الشرعية. ومن هذه القوى الإصلاح وهذه واحدة من تفسيرات الاجتماع مع اليدومي. هاني الأخ نجيب ما شاء الله ما خلنا كلام خلص الكلام لكن في نقطة واحدة بس في جزء العسكري تحرير أو السيطرة على الطريق الدولي في بين صعدة والجوف هذا واحد من أهم المناطق الاستراتيجية اللي أعتقد أنها ستبدأ فعليا بخنق الحوثيين ومثل ما تحدث الأخ نجيب أنا ودي أتعلق ليش محورية بيحان ليش محورية بيحان فيها بيحان طبعا زي ما تكلم الأخ نجيب لكن فيه هو الجزء تهريب السلاح وتهريب المرتزقة طول فترة الحرب تعرف أنت المسافة الساحل البحر العربي مسافة طويلة دائما الحوثيين كانوا يستغلون هذه المسافة لتهريب السلاح. نقطة بيحان تحديدا فيها معسكرات كبيرة بالنسبة للحوثيين أعتقد تجاوز 13 معسكر للحوثيين في هذه المنطقة كلها تعتمد على أنه وصول الأفارقة المرتزقة ووصول السلاح ثم إيصاله إلى جبهات القتال عندهم في وخاصه توصل الى صنعاء كذلك من خلال هذه النقطه. اليوم لما تتكلم عن بيحان هذا يعني انه انت خنقت الجزء مهم من التوريدات السلاح والمرتزقه على الحوثيين. يبقى قدامنا الحديده انا مع نظريه اللي تقول انه الحديده ستحاصر اكثر من انها سيكون فيها عملية عسكرية. جزء أيضا مهم أعتقد أنه لابد من الإشادة فيه وهو النخبة التهامية حقيقة أبناء تهامة يعني وجدنا في خلال الفترة الماضية مع الأخوان في المقاومة الجنوبية وجدنا فيهم يعني عزيمة وجدنا فيهم ثورة حقيقية للانتفاضة على الحوثيين وأسقاط المشروع الحوثي. أنا مو قايل لك من اليوم أني شو اسمه في ارجع بس للنقطه تعريف التحالف العربي للقوى اليمنيه. اعتقد مثل ما تكلمت انت في البدايه انه كل المشروع اليمني بشكل كامل انه لابد ان يقوم على اعاده الدوله الوطنيه. المبادره الخليجيه بشكل كامل تقوم على اعاده الدوله الوطنيه لليمن. اسقاط مفهوم الميليشيات واسقاط حتى انه يكون لدى الاحزاب السياسيه معسكرات أسلحة تابعة لها معسكرات للجيش أو لقوى الأمن أن تكون تابعة للأحزاب أنه هذا الأمر لن يتكرر في المستقبل اليمني. الجزء اسمح لي بس أبو محمد في نقطة مهمة عرض عليها الأخ نجيب بشكل سريع. أعتقد اليوم بعد لقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسمو ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد مع الإصلاح أعتقد اليوم نحن أمام مشهد حقيقي أمام اليمنيين ومسؤولية حقيقية أمام الشعب اليمني بشكل كامل أمام الرئيس عبد الرب منصور هادي أن يتحمل مسؤولية هامة في 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 تأسيس الدولة الوطنية اليمنية الحديثة إنشاء الدولة عن طريق
تكوين اصطفاف جميع المكونات، كل المكونات الخاضعة للمظلة العربية، لابد أن يكون اليوم هناك احتواء لهذه الاصطفاف عريض، خلينا نسميه نطلق عليه ائتلاف وطني لكل هذه المكونات. المؤتمر الشعبي العام جناح الرئيس هادي، المؤتمر الشعبي العام جناح أحمد علي عبد الله صالح، المجلس الانتقالي الجنوبي، الحراك الجنوبي المنضوي تحت الشرعية، الإصلاح بكل مكوناته، لابد أن يكون هناك ائتلاف عريض، الحزب الاشتراكي، كل هذه الأحزاب اللي تحت المشروع العربي لابد أن تكون هناك ائتلاف واسع. أنا أتصور، معذر المقاطعة بأخذ فاصل، بس أنا أتصور أن التقاء التحالف بالإصلاح هو إعلان لليمنيين أنه لا مجال للانقسام، ولن نراهن على أي انقسام. ولا بد أن يكون هناك عمل أيضا سياسي يمني على مستوى اليمن، لابد أن يتم تفعيل المكونات السياسية داخل اليمن، كل المكونات السياسية موجودة في الخارج يمكن تفعيلها. لابد أن يفتح حوار بين أجنحة المؤتمر، ولابد أن يفتح حوار بين أجنحة الجنوب سواء المجلس الانتقالي أو الحراك الجنوبي الموجود مع الرئيس هادي. هذه الحوارات لابد أن تنتج لنا، خاصة الآن، خاصة الآن بعد مقتل صالح. بالضبط، لم يعد هناك ما يفرق اليمنيين. أبو محمد، لابد أن ننتقل إلى حكومة ائتلافية جديدة تكون قادرة على إدارة المرحلة. مرت علينا 3 سنوات حقيقة لم نستطع أن نرى نموذج حكومي في المناطق المحررة. 85% من المساحة اليمنية محررة، ولكن هناك إخفاق حكومي لا نستطيع أن نتجاهله. نبي نرجع، خلنا نبي نحكي عنه، نسمع رأي نجيب بعد الفاصل. عدو شوي محسوب على الحكومة. الجزء الأخير في الليلة نجيب غلاب، وهذه مسور آخر تطورات الملف اليمني. فيكم لسه شيء على موضوع الإخوان الإصلاح صح؟ لا ما شاء الله، القصة ما هي هاني في نفس الشيء ما ارتاح. لا مش يعني هو المطلوب الآن من كل القوة اليمنية أن تتعقل وأن تسعى باتجاه الائتلاف. البريطانيين، الأمريكان، الروس، كل المنظومة الإقليمية تطالب اليمنيين بالتوحد في بالذات بعد انتفاضة 2 ديسمبر وفق إطار وائتلاف واحد. أما التحالف فهو يطالب بهذا الائتلاف من البداية، ويحاول أن يلملم القوة اليمنية بحيث أنها تظهر كلها كإطار واحد، وهناك إرادة جامعة لدى كل اليمنيين. يبدو لي أنه حتى اللقاءات مع الإصلاح هي تأتي في هذا السياق، وبالتالي اليوم المطلوب هو كيفية انتظام هذا الائتلاف. هذا تحدي كبير، لكن لا هناك عمل على هذا الموضوع. بما في ذلك لدينا الآن هذا الائتلاف يتطلب بالضرورة توحيد القوة الجنوبية كلها بحيث أن تظهر كقوة واحدة ممثلة للجنوب. المجلس الانتقالي والقوى الأخرى تنظم نفسها، أعتقد أنه التحالف ممكن يساعدها والشرعية تساعدها. وأيضا الجناح صالح أيضا مطلوب منها اليوم أنه، أو جناح أحمد علي يسمى بهذه الطريقة، رغم أنه في مبالغة بالجناح لم يتشكل بشكل واضح، لكن في كتلة كبيرة جدا، وهذا الجناح لديه مع جناح الشرعية. دقيقة بس خلينا نجيب في نقطة برضو مهمة. تعرف اليوم في عندنا مشكلة في تأخير تشكيل قيادة للمؤتمر الشعبي العام. اليوم الحوثيين أعلنوا عن وضع المشرفين على المؤتمر الشعبي العام الموجود في صنعاء. طيب هذا الإخفاق الموجود لدينا، هذا مشكلة أنك تشكل فراغ في حزب بحجم المؤتمر الشعبي العام، هذه إشكالية. مين لازم تحرك، الحكومة ولا المؤتمرين؟ لا المؤتمر اللي كان في الشرعية مع المؤتمر اللي مثل انتفاضة 2 ديسمبر هذا ضروري يكون واحد. لم يعد هناك انقسام داخل المؤتمر، من المفروض هذا الانقسام ينتهي. في شغل على هذا الموضوع، مش شغل على هذا الموضوع فقط، لأنه انتهى ما يفرقهم واتحد خصمهم. لو تمكنت الحوثية من أبناء المؤتمريين في أجنة أمهاتهم لأحرقتهم. صحيح، وبالتالي شوف هذا الائتلاف هو مهم، يعني مؤتمر الذي قاد انتفاضة 2 ديسمبر لديه قاعدة شعبية واسعة، وهو الحاضنة الفعلية اليوم.
مش الحاضنة، الحاضنة الفعلية للشرعية، للجيش الوطني، لتحركات التحالف في الفترة القادمة. الحوثية تريد أن تستولي على المؤتمر، لكن أنا أقول لك لم تتمكن لم تتمكن من ابتلاعه أثناء صالحهم متحالفين. وسبب هذا الحالة الانتقامية والتصفيات الشاملة هي بسبب العجز عن ابتلاع المؤتمر أثناء التحالف. فكيف سيتمكنوا من ابتلاعه بعد أن فكت هذه الشراكة وبعد هذه الدماء وبعد ما قتلوا صالح، قتلوا رئيس الحزب وأمين عام الحزب، لا هيك كونه بحكم التركيبة أصلا لا يمكن. وثم الآن القيادات، شوف لدينا قيادات كثيرة في المؤتمر من الصف الأول كلها مخفية داخل صنعاء، لا ندري هل هي مخفية قسريا. اليوم تم اختطاف ستة، اليوم تم اختطاف ستة بينهم أربعة أعضاء مجلس نواب. فعملية ملاحقة المؤتمر، لأن الحوثية تدرك إدراك كامل أنها منتهية وأن المؤتمر منتهية بسبب فقدانها لهذا الغطاء، فهي تريد أن تعيد صناعة هذا الغطاء، ومن يرفض يعني تقوم باعتقاله بتخريب بيتها حتى بأخذ أسرى أولاده. ما يلقوش الداد يأخذوا ابنه يهدده، وبعضهم يدخلوا بيوتهم ينهبوها. ورغم ذلك أنا أقول لك انتفاضة الثاني من ديسمبر والقيادات المؤتمرية هم اليوم صح أنه ما الصدمة الأولى، لأنه الحوثية ركزت بشكل أساسي، ولا مالك انتفاضة في إب، انتفاضة في دمار، انتفاضة في عمران، في ريمة، في حجة، في المحويت، هذه انتفاضة. صنعاء الجنوبية كلها شبه مهرة، فهم ركزوا كل قوتهم على القضاء على علي عبد الله صالح ودائرته، الدائرة اللي كان يتحرك من خلالها مع الجناح العسكري. فمجرد ما سقط صالح هذه الأمور انهارت، لكن هي تحت الأرض وستتحرك وستنتفض في أي وقت. فقط أنه كيف تكتمل قوة الشرعية مع هذه القوة الميدانية والشعبية، ومع انتفاضة الثاني من ديسمبر كيف تلتحم بالشرعية وبالتحالف ليكون هناك قوة قادرة على المغالبة ويعني ومواجهة الحوثية. اليوم الائتلاف هذا هو ضروري، وهذا الائتلاف أيضا يتطلب احتواء هذه القوة الثاني من ديسمبر، وهي قوة مهمة وتلتحم بالشرعية، وأيضا قوة الحركة الجنوبي بما في ذلك المجلس الانتقالي. أما إذا ظن القوة اليمنية كلها تتحرك كل واحد بمكان، من اللي يخدم؟ أول مرة هذا سيؤدي إلى استنزاف التحالف، أنا أقول لك بشكل صريح، سيؤدي إلى استمرار، لأنه سيعيد المعركة، سيؤدي إلى استنزاف الشرعية وسيخسروا كثير الشرعية في الفترات القادمة، سيؤدي إلى خسائر كثيرة، ستربح الحركة الحوثية. ختم هاني. أنا عندي بس قبل ما أختم أزكي على كلام الأخ نجيب، أنه اليوم الحالة الموجودة قدامنا، في حال أنه تم تكوين اصطفاف عريض سياسي يمني داخل الشرعية تحت لواء شرعية، هذا بيأكد على منظومة مهمة وهو كسر المشروع الإيراني. دائما علينا نتذكر أنه الإيرانيين يستخدمون الحوثي كوكيل، الوكيل هذا لا يهمهم كم يخسر، كم يدفع من ثمن، سواء من دماء او من اموال، بمقدار ما هو مهم انه تشكل في مقابله مشروع سياسي يمني يستطيع تحقيق الرؤية السياسية المستقبلية لليمن، تحقيق الحالة من التوازن المعيشي داخل المناطق المحررة. هذا جزء. الجزء الاخير اسمح لي فيه بس رسالة بس لكل أبناء الجنوب. حقيقة الأخوان في الجنوب في كل السوشيال ميديا عندهم حالة حنق كبيرة على مسألة عدم تسمية المقاومة الجنوبية في المعارك الموجودة سواء في دحان أو في الساحل الغربي، هذا حالة غضب كبيرة لدى الإخوان الجنوبيين. شلون عدم تسميتهم؟ كيف عدم تسميتهم؟ اللي يطلق في الإعلام الرسمي الجيش الوطني طيب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. طبعا الجنوبيين لديهم تشكيلات مساهمة في هذه التشكيلات. بس أنت وش تقول بالله؟ أنا ايش أقول للإخوة الجنوبيين أنه أنتم جزء رئيسي في هذه العملية، ولن يتم هضم المستقبل الجنوب، بالعكس الجنوب شريك حقيقي في كل العمليات التحرير لا يمكن نفيها. اليوم الجنوب قدم نموذج مهم ليس فقط على مستوى المحافظات الجنوبية، نتحدث اليوم على الساحل الغربي، الساحل الغربي والجنوب أسمى من أنه يتعلق بقضايا أنا طلعوني في الإعلام. أنا أشوفها لا يمكن أحد يعني أشوف لا الـ يعني القوة الجنوبية هي قوة مقاتلة بكافة تشكيلاتها، وهي حققت إنجازات ومقاتلة لليمن وليس لإقليم، حققت إنجازات كبيرة ولديها موقف حاسم من فكرة المشروع الإيراني والكذا أصلا. لا الإشكالية أن هناك إشاعات ودعايات يشتغلوا داخل هذه الكتلة، وهذه الإشاعات تنتشر. أنا أقول لهم لا يوجد
يوجد يمني اليوم لا في الشمال ولا يوجد عربي إلا مقتنع أن الجنوب هو جزء لا يتجزأ من هذه المعركة وربما هو رأس حربته الأهم. شكرا جزيلا، مساء الخير.